بسم الله الرحمن الرحيم.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
ربنا ولا تحملنا Yeah.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الجبار
سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar, para pecinta seni tilawah Al-Quran di mana saja berada, terima kasih sudah menonton video tadi. Itulah tadi penampilan yang sangat spektakuler, yang sangat full power, dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, yang dilantunkan oleh seorang qori muda terbaik Indonesia yang sudah go internasional, yakni Ustadz Syamsuri Firdaus yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Bima. Terima kasih sudah menonton video tadi. Semoga hati kita bertambah tentram, bertambah tenang dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.